السلام عليكم اخوان اخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بون ان شاء الله اليوم فيديو جديد اللي يكون عباره عن جوله في ضفاف نهر غارون بمدينه تولوز. هذا النهر اللي كيبلغ الطول ديالو تقريبا 600 كيلومتر، والذي ينبع من جبال البرانس ويصب في محيط اطلسي عبر مدينه بوردو. من يعجبكم الفيديو ما تقولوش لينا بلي لايك بلي كومونتير زوينين. بون نبداو الفيديو على بركه الله. Thank you.
Yeah, bomb.